وخص في قافي طويلين العمى كراشات في وقت الخطر نار وشرار يا كان ضديد الروح وضعه في دمر واللي تعد وهم يا باي العنثور يا حلا تحزم نعرب ومن لا يفور وش لعب هذا الصوت ثم زود علا يا سبيع من حرب الحرايب جيتكم وانتم هل الغربة اذا عذع سيتكم شجعانكم من فلق سالكتكم عدوكم الله يعين في بلا وان كان تبغى الحق والعلم استلم انتم هل المقاف حاضر والقدم طرق على خشم المعادي والغشم يا كم عقيد الروح في وزن السفر بصدوة القفا المهيمن ما تهون تذكر طرف العز تزهى اللحن اطنخ التحشوش والكاين يكون واغرب تحية عز والقافي هوان هل القصيدة كنها ضرب السلاح واضرب على الكايد وزلزلها بتجاه والله لو وردتها على العدة القراح مستطنت قافي ورفعت مستوى استح حتى الصوت دندن يا بدر واضبط لحنها ثم جمل من حضر لا صار ما مثلك على الساحة فخر صوتك يا ابو صالح يشد الانتباه يا بدر موقفنا ترى الليلة وجب واليا وقفنا نضرب الساحة عجب من بعد عشر وعشر في تالي رجع حفل الخوية اللي ينام سلين ابشر بعزك وانت عبد الله سعد يلا عسى التوفيق لك دايم مدد من صاحبك ابشر بها وانا فهد تبشر طلاخت راس من عزه وجاه في حفلتك جيتك وانا ضمن الحضور صاحبك دون العلم ما هو بمعذور الا تحزم نعرب ومن لا يفور وش لعب هذا الصوت ثم زود علا يا سبيع من حرب الحرايب جيتكم وانتم هل الغربة اذا عذع سيتكم شجعانكم من فلق سالكتكم عدوكم الله يعين في بلا وان كان تبغى الحق والعلم استلم انتم هل المقاف حاضر والقدم طرق على خشم المعادي والغشم يا كم عقيد الروح في وزن السفر العز للسبعان سجل بالسجل على الفعايل الاسمار تقولوا فعل لا جاعد والكوم يرجع لدبل هذا من التاريخ ولسان الرواه وخص في قافي طويلين العمى كراشات في وقت الخطر نار وشرار يا كم ضديد الروح وضعه في دمر واللي تعد وهم يا باي العنثور يا سامعي ما دون وقفتنا عذر حرب الدول بالسيف ولا بالشعر حنا هال المقاف من ما ضدها من حرب ساس الطيب من كل اتجاه جيتك وانا ربعي بعيدين المدى الات بدران الفخر سقم العدا من العمر اللي لها صيت وصدى اشوف بالحرب مزايا عن سوى مسروح ربعي لدينا ضرب السيوف كسابة الطلات والعادي يشوف ما جاء علينا من قيس الدنيا ظروف اصغر ولد فينا يحقق مبتغى ودام السوالم عز جنبي بالوجود هم صملة الوقفة لي يا رغى الشرود وحرب الدول ما هي على حد الحدود هيا دهات الوقت لا قلت الدهات يا سبيع جينا عندكم ومباركين حرب الدول وسبيع سطوة صاملي يا ويلي من عداها لجنب المتين تملك بكون الطيب داني هو سمات رائد الحربي